واحنا بنتكلم عن ارابيسك خليني اروح على الهاتف. معايا على الهاتف الفنان فتوح احمد. مساء الخير على حضرتك، وطبعا البقاء لله، واكيد ذكريات كتيره مع الفنان القدير الكبير صلاح السعدني. اهلا بحضرتك. طبعا كنا لسه بنتكلم عن ارابيسك، ويعني يمكن ليالي الحلميه والمسلسلات اللي لا تنسى، وجيل بعد جيل يمكن يعني بنفضل نشوفها نتعلم منها وخالده في ذكريات الجميع. الحقيقه يعني يا استاذ هديل، زي ما انت بتقولي احنا فقدنا النهارده عمده الدراما العربيه مش المصريه الحقيقه الاستاذ صلاح. واحساس غريب النهارده واحنا في المقابر، والله العظيم انا ما اعرفش الاحساس ده ايه. احنا بنعزي بعض مش بنعزي احمد السعدني، احنا صحيح. كلنا يعني ايه، وتحس ان احنا مش رايحين ندفن واحد، احنا رايحين نود واحد رايح الحج واحنا رايحين نودعه. في حاله من الحب من الجميع، والكل بيعزي الكل. الله يرحمه الاستاذ صلاح كان شخصيه استثنائيه في كل حاجه. يعني انت عارف فنانين كتير قوي كان في البدايه ان شجعهم الاستاذ صلاح في الاول. استاذ صلاح كان بيطفي على اي مكان فيه البسمه، وكان دمه خفيف وعلى طول بيضحك وعلى طول بيهزر ومثقف جدا، وما شاء الله عليه رغم ان نظره ما كانش قوي، الا انه كان يعني عايز اقول لك في ساعات يعمل ستوب واحنا بنصور، يقول له المصور، ويمكن المصورين اللي عند حضرتك يفهموا اللي انا بقوله ده، يقول له انت واخد اللقطه لونج ليد المفروض كلوز. قد ايه شايف هو العدسه ان لا كان. وبعدين كان ما شاء الله عليه في الحفظ، كان يقول لك انا ذاكره بصريه، يعني ايه زي ما بتصوري ورقه كده، هو يبص في الورقه ويروح مقطع المشهد، يلا يا جماعه بيصور الورقه بعينيه. لا الاستاذ صلاح انا قعدت معاه، انا عملت معاه حاجات كتير، انا عملت معاه الحلميه باجزائها، وعملت معاه اوراق مصريه والناس في كفر وعسكر، وعملت معاه مسرح الاهم بقى اللي هو الملك والملك، قعدنا فتره سنين بنعمل الملك والملك. لا احنا النهارده يعني احنا ايه الفرق اللي شفته ولمسته في الفنان صلاح السعدني عن المسرح والدراما؟ وحضرتك كنت يعني شرفت بانه تكون متواجد معاه في اعمال دراميه وايضا على المسرح. في ايه؟ بتقولي ايه؟ معلش السؤال ما سمعتش. الفرق اللي حضرتك لمسته بالتواجد مع الفنان صلاح السعدني على خشبه المسرح وايضا في الاعمال الدراميه. صلاح السعدني هو صلاح السعدني في كل مكان بيتواجد فيه. لازم، وهي على فكره يا استاذ هديل الاسره كلها عندهم جينات الجو المبهج، يعني الله يرحمه طبعا الولد الشقي الاستاذ محمود السعداني رحمه الله عليه، كاتب الكبير، وعلى فكره احمد دمه خفيف جدا احمد السعداني. لا هم كانت الـ الاسره كلها بيضيفوا حب وبيضيفوا جمال على اي مكان، سواء على المسرح سواء في الكواليس في التصوير. لا يعني بقول لك احنا النهارده خسرنا شخصيه استثنائيه، انما عزائنا ان اعماله موجوده. وانا فعلا انا اول مره اروح جنازه احس بالجميع حابين بعض اللي رايحين، والجميع رايحين يوصلوا واحد الحج مش رايحين يوصلوا واحد المقابر. يعني والله احساس غريب، يعني انا هبقى عليه اعرف ايه الاحساس ده، يعني من يعني اطفى على الجنازه بهجه. شوفي واصله المساله لايه، يعني الله يرحمه يعني. الله يرحمه ويحسن إليه. بشكرك شكرا جزيلا الفنان فتوح أحمد على وجودك معنا.